جولة مكوكية للمبعوث الأممي بين صنعاء والرياض لبحث حل لاتفاق الحديدة المتعثر بين أطراف الحرب بعد توقيع الاتفاق في ديسمبر من العام الماضي في ضواحي السويد. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث غادر العاصمة صنعاء متوجها للعاصمة السعودية الرياض للقاء مسؤولين في حكومة عبد الرب منصور هادي، واستعراض مقترح فتح الممرات الآمنة ونشر القوات الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق. الاتفاقية تعاطي إيجابي حقيقي قد يوصلنا إلى نهاية لكافة الإشكاليات المتعلقة سواء بلجنة تبادل الأسرى أو أيضا اتفاقية الحديدة. عموما من المؤكد أن هذه الاتفاقيات ستفشل، وإن كانت فشلت على الأرض هذا في إطار عام. رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل ويسكارد وضع مقترحا بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية في محاولة لإنقاذ اتفاق السويد من الفشل. وبالتالي هناك مثلا معانا اليهود ما يتعلق بستوكهولم، والتي تم فيها الاتفاق على أن تقف الحرب وأن يتم الاتفاق على السلم ولا مثلا والمحاورة حتى نخرج بعملية سلمية لهذا الوطن الذي عانى ويعاني وما زال يعاني من هذه الحرب التي أنهكته. بحسب مسؤولين أن مباحثات جريفيث في صنعاء والرياض تناولت ملف الأسرى والمعتقلين الذي تعذر إحراز تقدم فيه بسبب تعنت طرفي النزاع وإصرارهم على تجزئة الملف، مما أدى لتعليق المباحثات التي رعتها العاصمة الأردنية عمان. لا تزال الأزمة اليمنية بين شد وجذب، ولا يوجد أي بوادر أمل للخروج باتفاق السويد بشكل عام واتفاق الحديدة على وجه الخصوص إلى الضوء، وقد يكون هناك سيناريوهات أخرى ستطيل من أمد الأزمة. صباح الشغدري لقناة اليوم صنعاء.